الاس ام ار اداه مميزه جدا في عمليه الانهبيت او بمعنى صح للعضلات الاوفر اكتيف. تعالوا نشوف الاس ام ار بخصوص عضلات الكافز. تعالوا نشوف تمرين الاس ام ار خاص بالكافز ازاي نقدر نعمله. الفوم رولينج من الادوات المهمه جدا اللي بتعمل انهبيت للعضلات الاوفر اكتيف. فاذا قررت تعمل الكلام ده اسمع التعليمات دي هتفيدك كتير. ظهرك يبقى مفروض وضع ايديك بالشكل اللي هو الباكورد كده صوابعك تمام. ده مهم عشان ما تضيقش الخناق على الكتف بتاعك. وبيبتدي اهم حاجه الانكل بتاعك بوس مش مشدود، محدش يشده عليه، مرتخي خالص مفيش ادنى مشكله. ورجلك الثانيه متنيه كده عشان دي هتساعدك في عمليه الحركه او التدحرج على ايه الرولينج دي. هنبتدي واحده واحده نحافظ على التنفس على الريلاكس ونبتدي نطلب من العميل بتاعنا انه يبتدي يتحرك بالشكل اللي قدامنا على الشاشه ده. طبعا الحركه بتبقى سلو موشن مفيش ادنى مشكله خالص فيها لغايه لما نلاقي اكتر حته فيها الم. اول ما نلاقي اكتر حته فيها الم دي نبتدي ايه نثبت عليها 30 ثانيه بالشكل اللي هو واضح على الشاشه ده. واحد عملها وما حصلش منه اي شد ولا اي حاجه خالص نبتدي نحط الرجل دي على الرجل دي عشان نعمل مور بريشر ضغط اكتر عشان تبتدي تحس بيها بالشكل ده. نبتدي واحده واحده سلو موشن. اول ما نحس ان في الم كده نقوم عاملين ايه نازلين على الارض. يعني احنا كنا بنتحرك في الاول ونثبت قد ايه 30 ثانيه. وده ببساطه كان الاس ام ار بخصوص عضلات الكاف. لو استفدت من الفيديو يا ريت تقوم تطبقه بنفسك عشان تتقنه عشان لما تيجي تعمله مع العميل بتاعك تقدر تطلع بالنتائج ازاي. وما تنساش لايك وسبسكرايب وشير عشان الكل يستفاد. ICC Arabic طريقك للتميز في مجال المدرب الشخصي.